ذكرى وفاة ملكة الأناقة رجاء الجداوي. تم اختيار رجاء الجداوي لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطن المصري في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق للفن وحبته. بدأت رجاء الجداوي مسيرتها في عام 1958 في فيلم غريبة لتثبت حضورها ويتوالى عليها العديد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وخلال مسيرتها الفنية قدمت ما يزيد عن 300 عمل، وشاركت مع العديد من النجوم في كتير من الأفلام، واللي كان أبرزها إشاعة حب، عصابة حمادة وتوتو، حدوتة مصرية، البيه البواب، حرف الأبهة، والسلم والتعبان، وغيرهم كتير. ساعدت اللجنة الفرنسية في ترشيح رجاء الجداوي لأداء الأدوار الأرستقراطية، لكن سفرها الدائم بسبب عروض الأزياء كان بيتضارب مع عملها في التمثيل.